ونزول الشباب المصري يوم 19 ويوم 20 مارس 2003 لما نزلوا أول احتلال لميدان التحرير، وطلع بيان من وزير الداخلية بإخلاء ميدان التحرير بالقوة ومنع التظاهرات التي كانت تعبر عن موقف الشعب المصري ضد العدوان الأمريكي على العراق الذي أسقط دولة كانت لها آليتها وكانت في التنمية البشرية تحتل مكانة متقدمة نعود بها إلى محاقب التاريخ. الآن يتكلمون ويتباكون على سنة العراق. من الذي سلم سنة العراق على طبق من الفضة لما يتكلمون عنهم من توغل الشيعة في العراق؟ الذين يتباكون، الذين هم الذين يدعمون الموقف الآن في سوريا ضد، يعني أنا عايز أقول حاجة، في مجلة الأزهر مقدمة المجلة في أحد أعدادها السابقة بيتكلم على فكرة موقف بشار الأسد في دعم المقاومة العراقية في العراق في مواجهة الاحتلال الأمريكي، وكان حصل خلاف ما بين العراق وسوريا. هو يعني الجميل يعني في كلام حضرتك يا استاذ عاطف، سوريا تعاقب الآن لأنها حينما دعمت المقاومة الوطنية القومية العربية في مواجهة الاحتلال، فمن الذي سمح بعناصر القاعدة تتدفق إلى العراق؟ الجميل في كلام حضرتك يا استاذ عاطف ان حضرتك بتأصل له وبتربطه بفعلا بالأنظمة العربية السابقة سواء في مصر او في غيرها من الدول. صحيح، التقرير اتكلم عن الموضوع ده، يعني حتى القاعدة مثلا عملوا مقتصر في دول عربية كتير، يعني مش في، لكن اسمح لي انا عايز اخد جملة حضرتك قلتها، هي ايضا ليها مدلول مهم جدا، ان البعض يسعى لتجويع المصريين، وهاخدها نقطة انطلاق الاستاذ طارق، تجويع المصريين، تعطيش مصر، اعطاء صورة سلبية غير حقيقية مفادها ان ما فيش هيبة للدولة المصرية او ان الاجواء الامنية في مصر غير مواتية. يعني هل كل المساعي دي ننسبها فقط لتنظيمات ارهابية ام هناك يعني اطراف بعينها، يعني في مجملها اطراف خارجية هي اللي بتسعى لتحقيق هذه الاهداف، وكيف يقطع عليها الطريق؟ يعني بس الأول طبعا العمل اللي حصل النهاردة ده يعني شيء أحزننا أكيد كلنا، تأكيد، وخصوصا تطور نوعي في عمليات الإرهابية، يعني بدل ما كان بيستهدم مقرات أمنية عودة لاستهداف المواقع السياحية، لكن هو في النهاية بيستهدف الاقتصاد المصري في المقام الأول. السياحة هي مورد أساسي ورئيس، وهي أصلا عندها مشاكل وآخزة في التعافي، فتيجي هذه الضربة. عشان أنا يعني متصور أن اللي يروح مننا شرم الشيخ بكرة مش هيلاقي فيها واحد أجنبي واحد مثلا أو طبعا لكن برضو أنا يعني عندي شوية ملاحظات كده حوالين أن ده في العالم العربي كله في كل الدول وفي كل، فبالتالي نقبل دوت؟ لا طبعا مش ممكن. مش ممكن يبقى دوت، يعني فكرة التبرير دائما لا، هي ممكن بتكون، يعني اسمح لي في المداخلة دي، هي بيكون مقصود منها مش التبرير بقدر ما أن المفروض يكون في تكاتف عربي ودولي لمواجهة الإرهاب، مش ان مصر لا هي دولة بس وليها ظروفها وهم اللي يكافحوا، يعني في النهاية يعني هو بالزبط خطر، يعني يبقى واضح ان ده العالم مقصود كله. مش المقصود ان احنا بنقول بما انه عند العالم كله فاحنا نقبله عليه احنا كمان، لا. يعني انا فاكر كويس جدا في 17 نوفمبر 97 في حادث الدير البحري في معبد الاقصر، يعني الرئيس الاسبق المخلوع مبارك وهو واقف في راح يتفقد المكان، فالمذيعة سالته وزير الداخليه ايه مسؤوليته، وكان وزير الداخليه ساعتها واقف جنبه اعتقد حسن الفي، فقال لها وزير الداخليه قدم استقالته وهو واقف جنبيه. فيعني انا شايف ان في قصور امني لابد ان نعترف به، في قصور امني واضح من وزير الداخليه، مش بس في هذا الحادث لكن الحادث دوت بيلقي الضوء على القصور الامني اللي موجود. مديريه امن بتضرب، بعديها مديريه امن القاهره بتضرب، الحوادث اللي بتحصل للجنود اللي نازلين اجازات كل شويه اتوبيسهم نفس الاتوبيس كل شويه ينضرب، لا في قصور امني لابد ان نواجه نفسنا به. في مشكله في الكفاءه، في الكفاءه الامنيه لمواجهه الارهاب، رغم خبراتنا الكبيره في التسعينات في مواجهه التنظيمات الارهابيه، ممكن تبقى الاعداد دلوقتي اكتر، وتيره الاحداث الارهابيه استاذ طارق برضه يعني مش طبيعيه. أنا يعني انا انا بص حضرتك، عندما يتعلق الامر بالامن القومي المصري بجد، ده بقى اسمه الامن القومي المصري، مش الكلام اللي بيتقال كل شويه في الحوارات التلفزيونيه، ده اسمه الامن القومي المصري اللي هو بيهدد لقمه العيش اللي جايه للمواطن بشكل مباشر او بشكل غير مباشر، لانه بيهدد الناتج القومي لمصر. عندما يتعلق الامر بامن المواطن الشخصي فلا يجب ان نبرر اي قصور، هناك قصور امني، هناك قصور امني، يجب ان يحاسب كل من قصر امنيا في حمايه المنشات الحيويه في مصر والهجوم عليها، في كل العمليات التفخيخ والتفجيرات اللي بتتم في مصر، في التطور النوعي اللي حاصل النهارده باستهداف السياحة
السياحة وضرب الاقتصاد القومي. من يتحمل هذه الشرطة عليها أعباء؟ آه عليها أعباء، لكن هذا هو قدرها ويجب أن تواجهه، ويجب أن احنا نشوف إزاي نرفع كفاءة الأجهزة الأمنية، وإزاي تستخدم تقنية حديثة، وإزاي تستعين بخبرات دولية وبخبراتنا القديمة في مواجهة الإرهاب لمنع تكرار مثل هذه الحوادث. السياحة في مصر لو اتضربت ده معناه أن احنا داخلين على كارثة اقتصادية، لأن ده الحل السريع عندي أن أنا أجيب بيه عملات صعبة أقدر فيه أن أنا أستورد سلعي الأساسية، لكن أنا هقعد أقول أصل الأمن يعني كتر خيره قال كتر خيره الله يكون في عونه كل حاجة، لكن واضح قوي أن احنا فعلا ما عندناش خطط أمنية تمتع بقدر من الكفاءة تمنع تكرار مثل هذه الحوادث. الجميل في كلام حضرتك يا أستاذ طارق، واللي أنا برضو حابب أن أنا أستغل يعني يكون حضرتك مدير مركز دعم دولة القانون، أنت حضرتك بتكلم عن نقطتين في غاية الأهمية، الأمن، وأنا حابب أن حضرتك تكلم كمان عن القانون. الأمن بمعنى أنه حضرتك تعرف أن كل نظام أمني أكيد له ثغرات أكيد. وما فيش شك أنه ده هيفضل موجود، لكن هي الفكرة أنه كمان في صعوبة في أن احنا يعني نصنع نظام أمني يكون يعني غير قابل للاختراق ويكون هو الحل الوحيد من الناحية الأمنية. أيضا أنا حابب أن أنا أعرف رأي حضرتك إلى أي مدى ممكن يكون تطبيق القانون في مصر ضمانة لتوقف العمليات الإرهابية، لأنه البعض ما بيربطش الإرهاب بكون الإخوان كانوا في الحكم السنة اللي فاتت وتم يعني عزلهم، ولكن لأنه ده فكر موجود بقاله سنين طويلة من 30 40 50 سنة وربما أكثر من كده. لا يعني الفكر التكفيري موجود من ايام الخلافه، من ايام الخلافه هناك فكر تكفيري وعارفين لا والعمليات الارهابيه كمان مرتبطه بين علي بيتكلم عن العمليات الارهابيه يعني معظمهم اتقتل، يعني فكره الاغتيالات وفكر وتكفير الاخرين ده فكر موجود في التراث في يعني في تراث الدوله الاسلاميه. لكن احنا عندنا خبرات وعندنا ظروف استثنائيه يجب فيها ان نبقى متوقع يعني افعال كثيره ستاتي لي من الارهاب، وبالتالي يبقى عندي خطط دائمة ومتغيرة لمواجهة هذه العملية. بما أننا بنتكلم عن القانون، هل ممكن استثمار قانون مكافحة الإرهاب بشكل أفضل؟ هو لم يصدر أصلا قانون مكافحة الإرهاب، يعني هل ممكن يكون في تسريع؟ طيب. هو للأسف الشديد. طب هو للأسف للأسف الشديد في التطبيق العملي احنا يعني بنعمل قوانين كويسة جدا، لكن في التطبيق العملي بتطبق في غير محلها دائما. يعني عملنا قانون التظاهر فطبقناه على مجموعة المحاكمات العسكرية مثلا، طبقناهوش على اللي كان مستهدفين من تطبيق قانون التظاهر، يعني طبقناه على كل النشطاء السياسيين اللي بيقولوا لا او بيعترضوا على هذا القانون. الحل مش بس ان انا اعمل قانون، الحل ان انا يبقى عندي ارادة لتنفيذ هذا القانون، وعندي ايمان في حاجة اسمها دولة القانون، عندي القدرة على ان اطبق النصوص القانونية واوضعها موضع التنفيذ في موضع صحيح وفي كل المواقف دون تمييز بين فئة وبين فئة اخرى. احنا محتاجين كمان يبقى عندنا ان هذه الدولة يبقى وراها ظهير شعبي، الظهير الشعبي اللي هو بيحميها. مش عايزين نرجع تاني لفكرة التسعينات ان احنا ما نواجهش يعني ما نتحملش مسؤوليتنا كمجتمع في مواجهه الارهاب، لان الارهاب يستهدف الدوله احنا زعلانين منها ومتخاصمين معاها. يعني في التسعينات كان بيحصل ده، احنا امتى الشعب المصري دخل في مواجهه الارهاب وبدا يتضامن مع الدوله مواجهه الارهاب؟ لما حصل موضوع شيماء، لما شيماء اتقتلت الطفله اللي ما لهاش ذنب في الصراع بين الحكومه في الصراع السياسي بين الحكومه الاسلاميه، بدا المواطن المصري نفسه ينزل في مظاهرات ضد الارهاب. لما حصلت قهوه وادي النيل وحصلت الامريكا، المواقف دي هي اللي خلت ان الموضوع بقى يمس المواطن شخصيا. الدوله بقى محتاجه انها تعيد هذا الظهير الشعبي ليها، مش ان احنا نقعد نكتب على الفيسبوك ولا نطلع في حلقه نقول ان احنا هنودين ونشجب ونستنكر، لا، ان انا اقيم دوله العداله الاجتماعيه ودوله القانون، وان انا احترم نصوص وضحها الدستور المصري في 2014 في باب الحقوق والحريات، وان انا يعني في عندي في الدستور حاجه اسمها ويكون في تطوير لانظمه الامن زي ما حضرتك قلت، حريه العقيده يا سيدي، انت تؤمن بمنهج تكفيري، من حقك انك تقتنع بالمنهج التكفيري تمام، لكن مش من حقك انك تقتلني. صحيح. لازم ازاي انا اوصل ده ان تبقى دي الثقافه، فكره حريه التفكير نفسه. انا مش ضد ان حد يحمل منهج تفكيري، لكن انا ضد أن يمارس هذا المنهج ضدي وأنا مش مقتنع بيه. صحيح. يعني أنت حقك، ده منهجك، لكن ما تمارسوش ضدي حضرتك، بس اقتنع بيه وكفر اللي أنت عايزه بس بينك وبين نفسك، يعني أنت كفر زي ما أنت عايز، لكن ما تمارسش، ما تستبحش دمي لأنك مكفرني. هو أنا يعني واضح طبعًا العلامات الأخيرة دي مش مستهدفة التكفير، يعني مش فكرة الدولة الكافرة، لأن الدولة الكافرة مالها ومال حادث أتوبيس طب مثلًا. أنت لو مستهدف الدولة الكافرة فعندك الدولة، روح شوف الدولة الكافرة. هو سؤال يعني هل تحويل اتجاه العنف لجهة السياحة مرة أخرى ممكن يكون كان مفاجئ يعني، والأمر لا يأمن بالتأكيد من أصداء
سلبيه للاسف لحد بتاع السياحه. في هذه الظروف ارجع اشوف في هذه الظروف ما ينفعش اقول ان انا تفاجأت. في هذه الظروف انا اتوقع ان هم ان مدرسه تنضرب فيها اطفال. هرجع مع حضرتك للبعد الامني تاني، لك اسمح لي نشوف تاثيرات هذا الحدث على السياحه المصريه. معنا استاذ عادل عبد الرازق عضو الاتحاد المصري للغرف السياحيه. استاذ عادل بعد التحيه، وكلنا طبعا ناسف جدا لهذا الحادث الاثم، لكن اسمح لي نتكلم عن يعني ابعاده السياحيه. السياحه كانت لسه لو صح التعبير في غرفه الافاقه، يعني في اول مراحل الافاقه ورفع دول الحظر على رعاياها للسفر لمصر، وابتدى يعني بشائر للتحسن في الوضع السياحي والعائدات السياحيه. بعد هذا الحادث وعوده لاستهداف الارهاب للسياح الاجانب، يعني ماذا تقول؟ اسمحي لي ان بمسي على حضرتك ومسي على ضيوفك ومسي على كل المشاهدين. وطبعا واضح ان ده عمل خسيس وجبان، وانا بتفق على انه بس هو مش العمل مش مفاجاه، احنا كنا متوقعين من زمان لانه يحدث اي شيء في المدن السياحيه. وعشان كده كانت دائما علاقتنا كاتحاد المصري للغرف السياحيه الممثل للقطاع الخاص السياحي ان دائما مع وزاره الداخليه على تامين المدن السياحيه، ودي اهم نقطه. والحمد لله استطعنا ان احنا نحافظ على المدن السياحيه الغردقه وشرم الشيخ ومرسى علم والاقصر واسوان، واكثر من وفد روسي ووفد فرنسي ووفد الماني جموا المدن ديت وزاروها وتاكدوا من انضباط النواحي الامنيه. طبعا الاوتوبيس خارج المنطقه كان شويه، انا كان في سانت كاترين وبعدين طلع لجنوب سيناء من ناحيه الطابه من ناحيه المنفذ من الجنوب. المنطقه دي في احدى المناطق دي استطاع ان ينفذ اليها واحد ان يحط القنبله تحت تقريبا تحت المقعد بتاع السائق، فنتج عنه هذا التفجير. وده خسيس وجبان، وبيحاول هو يعلم تماما ان ضرب السياحة هو ضرب الاقتصاد القومي بالكامل، وعارف ان السياحة هي المحرك لكل الاقتصاد، وعارف ان ضربة زي السياحة دي هتبدأ تسمع في العالم الخارجي اكتر، وعارف ان السياحة انها لما لا قدر الله تتوقف تماما هتوقف جزء كبير من الاقتصاد القومي، وعارف ان السياحه دي بتؤثر على العالم الخارجي تاثير كبير اكبر من تاثير اي شيء. طيب انا عندي سؤال يا استاذ عادل، هو مش كان المفروض يكون في تامين استثنائي اولا من منطلق ان هي بقعه سياحيه مهمه جدا في ارض مصر، وتاني حاجه ان دي كانت اخر يعني نقطه قبل الدخول للجانب الاسرائيلي؟ هي اول نقطه في جنوب سيناء، يعني هي دي النقطه اللي مع حدود شمال سيناء. اللي انا عايز اقول لحضرتك وبامانه وبصدق تماما ان احنا يعني مطمئنين للنواحي الامنيه اللي بتتبع في سواء محافظه جنوب سيناء في شرم الشيخ وفي الغردقه، ودي اللي كنا بنعملها. لكن هو عارف تماما انها بتؤثر تاثير مباشر. احنا في الايام دي لسه منتهي بالامس فقط اكبر بورصه في ميلانو، عارف ان خلال ايام بورصه تعتبر الاولى على مستوى العالم في خلال ايام على اوائل مارس في برلين، عارف البورصه اللي في منتصف مارس لموسكو، وعارف ان احنا بدانا يا دوبك